بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بالجزء الثاني من الحلقة الأولى من محاضرات الدنتال ماتيريال. الجزء الثاني يتحدث عن البروبرتيز اوف ذا دنتال ماتيريال، يعني خصائص المادة. تمام، يعني شوية نطول بهذه الشغلة. شنو خصائص المادة؟ يعني شنو ده يقصد؟ يعني هذه المادة ايش قد قوة تقدر تتحمل؟ تتفاعل ويا الاورال كافيتي لو ما تتفاعل؟ بعد شنو عندنا؟ بعد ميكانيكال في الكرام بوينت وما ادري شنو، شلون راح تصير هذه؟ تمام، هذه كلها راح تفيدني بدراسة البروبرتيز اوف ذا دنتال ماتيريال. اول شيء الكلر، اللون. نجي لسالفة اللون، يعني احنا من نريد مادة لون بيها زين. ركز وياي شوي هنا. هسه هذا سن، وهذا سن لا، هذا طبيعي وهذا سن يمه مكسور. زين، هذا السن المكسور من اريد اعوضه، غير اللي المادة اللي اريد اجيبها لونها مقارب للون الطبيعي. يعني اللون راح يكون عامل اساسي من العوامل اللي راح تحكمني وتحكم البيشنت. فلذلك الكلر هنا كان مقارب كلش للكلر الطبيعي، فهذا كلش تمام. تمام، وضحت الفكره شنو؟ اذا التعويض اللي راح اعوضها اللون مالتها يلعب دور الكلر. باعوا يعني many dental restorative material have to look like the natural teeth and should not stain or change color by time. يقول اغلب التعويضات اللي راح نستخدمها يكون لونها مقارب للاسنان الطبيعيه، ويكون من اسبابها يعني من اهم الخواص اللي اخذها من عندها ما تتصبغ، وعفوا ما يتغير لونها ويا الوقت. بعد شنو عندي انا؟ حسيت عندك اسنان، اوكي، عندك خلفيه اسنان ورا واسنان قدام. الاسنان الخلفيه تختلف عن اللي موجوده بالوراء، بانه هذه الجماليه هي بيها، يعني هسه انا من تتحدث وهاي اذن شيء هنا لاني طالعات، فالجماليه بيهن. فهذه اللون مالتها او هسه هو معبر عنها هنا بمصطلح ترانسليوسنسي، يعني النفاذيه. شنو النفاذيه؟ الضوء مو يجي من يعبر خلال هذه الماده، هذا يسموه نفاذيتها. بس النفاذيه اللي راح نستخدمها هنا اللي هي تكون نموذجيه، تكون تمر خلال مسافه قليله بالماده وتطلع. واضح؟ يقول الانتيرير فولينج اند الارتفيشال توث ماتيريال شود بي ترانسليوسنت، يعني نفاذه او شفافه. Translucency is the optical property that allows the light to go short in the material before being reflected out again. يعني هي الخاصية اللي تسمح للضوء بأنه يروح بالمادة مسافة وأنه بيرجع لي. Also should look like a natural tooth substance. بس دقيقة، natural tooth substance at different light condition. ها، هاي جدا مهمة، جدا مهمة، راح تاخذوها ايضا بالبروستودونتك، تأكد عليها الدكتورة. شوف، من انت جبت هذني الاسنان، جبت عوضت هذا السن، هذا السن خلال ضوء معين اللي هو هذا الضوء اللي نشوف به هسه، هذا هنا وهنا تشوفن تمام، امورهن تمام، واحد يشبه الثاني. بس خلي اسلط غير ضوء غير لون، راح تبين مثلا يعني من الخواص اللي ما اريدها تبين انه هنا اكو قطعه ما تحشوه. تمام، اذا بالضوء الطبيعي، بالضوء الطبيعي انا ما اريدها تبين، يعني هسه هذا النورمال الضوء ما اريدها تبين. بس الفلوريسنت والداركنس راح تبين هذا الشيء له ايجابيات، بس انا اكون بالطبيعه ما اريدها تبين. واضح؟ بعد شنو عندنا؟
راح تستخدمون مادة تسمى الأكريليك، هواي راح تستخدموها بال بالدنتال ماتيريال. هذه الأكريليك شنو هو؟ أكيد انتوا راح تسوون بيه الدنتشر بيس، التمبرري دنتشر بيس، يكون لونه وردي. بس هذا اللون الوردي إلى عدة أشكال، various shade، يعني عدة ألوان من الوردي، يعني قد يكون غامق، قد يكون فاتح. وهذا طبعا جدا يوفر لنا عمل جدا مريح، لان انا القمة البيشت مو كلها سوا، اكو ناس القمة مالتهم وردية، اكو ناس القمة مالته ما على الاحمرار، اكو فاتح، درجات. فانا اختار الاقرب. دقيقة واحدة بين ما أشوف لكم صورة مرتبة لهذا الكلام، لهيو والفاليو والكروما، لأن أنا منزلها بس ما عارضها. دقيقة، هذه هسا إن شاء الله. ثواني بين ما أفتح النت الحاسبة. شوف، اخذنا مجموعه من المصطلحات، اخذنا راح تاخذ ان شاء الله مجموعه من المصطلحات، مصطلح اسمه هيو، مصطلح اسمه كروما، مصطلح اسمه فاليو. انا شفت انه بدون صوره ما راح تفهم شيء، يعني مو ما راح تفهم شيء، ما راح تقدر تميز بين واحد وواحد. ببساطه الهيو معناته التدرجات بالالوان، يعني من اقول لك هيو تقول لي احمر، اخضر، ازرق، اصفر، اذا الوان، واضح. الكروما هي، شوف هسه مثلا قلت لك لون ازرق، راح تقول لي يا ازرق، اكو ازرق فاتح، ازرق متوسط، ازرق غامق، فوق المتوسط، بيناتهم. اذا هذا الهيو، هي الكروما، هي التدرجات مال اللون، التدرجات مال اللون، واضح. بعد شنو الهيو، نعيدها، هي شنو؟ الالوان، تعدد الالوان. الكروما هو شنو؟ الدرجات مال اللون. الفاليو هي الانتنسيتي، الكثافه مالته، واضح. يعني الاشتباه دائما يكون بين الكروما وبين الفاليو. الفاليو الانتنسيتي، الكروما اللمعة مات اللون، واضح. هذا هو الفرق بيناتهم اثنيناتهم. هذا شرحنا هذه المصطلحات، ترجع تقراها نفس اللي سولفت لك عليها. شوف اذا اكو صورة هم الى هنا، ما موجود مو مشكلة. القضية الأخرى هي الكوفيشنت ثيرمال اكسبانسن. خلا أضرب لك مثال هنا على مود توضح لك الفكرة. طبعا هذا الشيء حيل يعني يسبب لنا الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانسن، يسبب لنا مشاكل. مثلا على مود أضرب لك مثال وبعدين نرجع للشرح الموجود. شوف عيني، هذه اعتبر السين هذا، تمام، واجيت حطيت بي حشوة هنا. فلنفرض انه هذه الحشوة اللي عندي هي املقم، هذه حشوة هنا، حشوة. بعد مدة شرب المريض شاي، ظل يشرب مواد حارة، مثلا على سبيل المثال هي حديد، راح شو السبب؟ ركز وياي، تبدي تتمدد. زين هذا شنو موجود من التوث، الستركتشر مال التوث، هيكل السن. فراح شو يصير؟ راح اما ينكسر السن، او الحشوه تبدي تطلع من الجوانب، واضح. هذا تاثير الحراره. بعد شنو
يقول احنا هنا نريد نستخدم ماده، نلقى ماده صحيح انه تتاثر بالحراره، واضح؟ بس كون نلقى ماده، يعني احنا ما قلنا ماكو ماده تشبه التوث، بس كون نجيب ماده مقاربه للتوث، واضح؟ يعني مقاربه بالتمدد مالتها للتوث، على مود من تتمدد، ها من تتمدد وتنكمش، ما يصير بيها هواي تغير، واضح؟ زين. بعد شنو؟ مو بس تتمدد، قد يكون هساي ناخذها، بس اذا ما اخذناها خلينا ناخذها هسه، قد تنكمش الماده اذا تعرضت البروده، فاذا انكمشت راح تترك لي فراغ بين السن وبين الريستوريشنز مالتي، فش راح يسوي لي؟ يسوي لي جاب، فراغ، هذا الجاب راح يبتلي بالفلويد ويسبب لي سكندري كاريز. سكندري كاريز هي نفسها باو هذه الفكره. هنا أنا موجود صوره موجوده الكوفيشنت باو وياي باو. افرض لهذا السن حطيت كومبازيت اللي هي الحشوه البيضاء، حطيت امالجام اللي هي الحشوه السوداء، وهذه المعامله التمدد الحراري مالتها مو يعني هواي اكبر من السن، فمن راح يتعرض لحراره او بروده راح اما يصير بشرينكج او يصير تمدد، وبالحالتين انا راح ياذي لي السن، تمام؟ بعد شنو يقول هنا؟ بعد شنو هذا الاكريليك، الاكريليك اللي اسمه الاكريليك، طبعا الاسم اللي تستعمله اسمه بولي ميثيل ميثا اكريليت، هذا اسمه الاكريليك. هذا سابقا من يتعرض لحراره او بروده، يتعرض لحراره او بروده يصير بيه شرينكج او اكسباند، يعني لو يتوسع لو ينكمش 7 مرات اكثر من التوث الطبيعي، ف قام يصير غير مرغوب، وش اسمه بدأوا يطورون بيه الى وصل هذا الشكل اللي هسه يكون مرغوب، يعني مناسب بالشكل وبالاستخدام مالته. نفس الفكرة قلت لك، إذا أكو حرارة راح يتمدد، إذا أكو برودة راح ينكمش، بالحرارة يفلش لي السن، بالبرودة يسبب لي جاب، وبالتالي بالحالتين أنا ما مستفاد من عنده. بعد نشوف إذا أكو صور. دامش عم أكو الذوباني. شوف المواد اللي نستخدمها كون مذوق، يعني انا استخدمت مثلا هسه جبت سن صناعي، سن صناعي، كون هذا السن اللي استخدمه كون ما يذوب، يعني بالبيشنت ماوث، او اذا ذاب كون يذوب بنسبه قليله، زين، واذا ذاب بنسبه قليله كون مو سام، يعني ما يموت المريض او ما يأذيه، فهمت شلون؟ هذا الذوباني. قد يكون لا اكو مصطلح ثاني بدك تميز عن المصطلح الاول، وهو انه الابزوربشن اوف فلويد. شنو الابزوربشن اوف فلويد؟ يعني هذه الماده اللي استخدمتها قد هي نفسها تمتص السوائل، يعني مثلا عندنا هنا احنا الامبريشن اللي هي الطبعه، شوف لي هسه هذه الطبعه وهذه ستوك تري وماخذين طبعه، هذه الستوك تري الامبريشن الطبعه معظم انواعها اما تفقد مي او تمتص مي، واضح؟ لان هي بوليمر، فهذا الشيء الابزوربشن اوف فلويد، خلينا نفرض انه هي امتصت ماء، امتصت، بعضهم اكو امتصاص مقبول واكو امتصاص عالي، ركز، احنا المقبول نمشي بس العالي ما يفيدني، اذا صار امتصاص عالي ايش راح يصير؟ يعني هاي المادة تظل تمتص مي، راح يصير dimensional change، يعني الأبعاد راح تتغير، نركز وياي شلون؟ تتغير، فإذا تغيرت الأبعاد كل القياسات تغيرت، تفيدني؟ لا ما تفيدني، واضح؟ فأنا أكو مواد تمتص شوية هاي مقبولة، أكو مواد تمتص هواي فهذه غير مقبولة، واضح؟
بالإضافة إلى أن المواد هاي اللي امتصت المي قد تكون مثلا حشوة أو أي شيء، مثلا على سبيل المثال أنا بدي أوضح لك الفكرة، هي امتصت مي، هو بالأورال كافيتي هو موجود بس مي، موجود بكتيريا، موجود ميكروبات، هذه كلها راح تبدي وين تتجمع بجهة الامتصاص، راح يسبب لي هذه التعويضة اللي عوضتها اللي هي مثلا سن صناعي أو أي شيء، فراح يكون غير صحي. واضح؟ القضية الأخرى اللي هي تشو رياكشن. شنو التشو رياكشن؟ أنا جبت مادة معينة، شفت المريض أنه حطتها بالبيشنت ماوث، مثلا خلنا نفرض تعويضة مثلا سن أو سنين، ورا فترة جاني المريض متحسس. ليش صار تفاعل بين الأورال تيشو، النسيج مال الأورال وهذه المادة، فش سوت لي تيشو رياكشن، قامت تتفاعل، فلازم قبل لا أستخدمها أجي أدرس المادة على مود أعرف إنه هي تسوي أورال تيشو رياكشن أو ما تسوي. واضح؟ أو هسه بعدين تأخذون أيضا هذا الأكريليك من تجي تلبسه بالبيشنت ماوس، بعضهم يصير بهم حساسية عالية من عنده، يصير احمرار بهذه المنطقة مات الدنشر اللي يلبس بيها. فلذلك دائما تكون المادة اللي ياخذها قدر الامكان، هي ماكو مادة تيبيكال 100% بس تكون قليل بيها. تمام؟ ثيرمال كوندكتيفيتي، التوصيل الحراري. هسه هذه بسيطة، هسه انا اقول لك قبل راح يتبادر بذهنك الحشوة السوداء. هذه الحشوة السوداء توصل للحرارة. شلون توصل للحرارة؟ هي معدن، فأي حرارة أو برودة راح تبدي توصلها من فوق لجوا، جواها من موجود؟ قلت لك موجود البلب، فهي حرارة وبلب بيتحسس من الحرارة أو البرودة، راح يسبب بين. يجيك البيشنت بعد فترة يقول لك دكتور انت صحيح اشتغلت لي، بس انا من اشرب او اكل شيء حار راح احس بيها وجع فترة الاكل الحار او البارد. ليش؟ لان هذه وصلت للحرارة. شلون نقلل من عندها؟ نحط سمنت ماتيريال اللي هي البيس واللاينر. واضح؟ طبعا الحشوات المعدنية هي أكثر الحشوات أو المواد المعدنية اللي نستخدمها بالأورال تيشو بصورة عامة، هي أكثر المواد اللي تسبب لي شنو؟ تسبب لي توصيل الحراري. بينما لا، الكومبوزيت اللي حشوة البيضة ما توصل حيل. شوف الله سبحانه وتعالى من النعم اللي نعم علينا، يعني الله سبحانه وتعالى غارقنا غرق مو طبيعي بالنعم، بس احنا ما نحس. يعني وقليلا ما يشكرون، يعني الحمد لله رب العالمين. بهذا بحث كبير وما له علاقه بي، نرجع لموضوعنا. شوف هذا الانامل من الله سبحانه وتعالى مسويه، ما ينقل حراره، دنتين ما ينقل حراره، الله مسوي لك عزل طبيعي بدون تكلفه. تمام؟ بس كون تشكر على هذه النعمه اللي عندك. افقدت هذه النعمه، جينا احنا بني البشر عوضناك بشيء مو اللي الله اعطاك اياه، مستحيل نعوضك مثله او ابد ما راح يصير هذا الشيء. هذا الشيء له وضع بشويه ديفكت، يعني لازم انت على كيفك، ما تاكل شيء حار، ما تاكل شيء بارد، لان راح يوصل ويسبب لك الم. زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا الالكتريكال اكتيفيتي، الكهربائيه. بس شنو يقول واحد؟ يقول كهربائيه بالحلق المريضي يصير كهربائيه. شوف عيني، هسه هذه سابقة كانت تصير، بس هسه اعتقد قلت، يعني مو مثل قبل. نجي نشوف ان الصورة اللي هي نفس هذه الصورة. شوف هذه ذهب، كراون ذهب، ويم هنا ريستوريشنز. خلينا نشوف صورة اخرى اذا اكو بعد. ما اكو، غالبا يصير توصيل بيناتهم، او اي معدنيين يصير التوصيل بيناتهم، واكو محيط يدير داير مدايرهم بيسائل اللي هي السلايفة. فش راح يصير؟ راح يحس المريض طعم باتري، طعم بطارية بحلقة.
ليش؟ لأن ده يصير ionization، تأين. التأين هو فقدان الإلكترونات، فما صار ionization انعالستية راح يسبب له طعم غير مرغوب به، وهذا الشيء طبعا ما نريده يصير مطلقا. بعد شنو عندي؟ عندي مصطلحين مهمين جدا 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 راح يواكبوك حيل، اللي هو الادهيزن والكوهيزن. الادهيزن it is the force which causes two or more different substances to attach with each other، بينما الكوهيزن هي هم لصق بس المادة نفسها. يعني شلون؟ ركز وياي. الادهيزن والكوهيزن اثنينات مصطلح، يعني هو لصق، اجي الزق شيء. بس الادهيزن الصق مادتين او ثلاثة مختلفات. يعني مثلا الزق عبد الله مثلا وسجاد وعلي، يعني تشبيه. بس الكوهيزن كون هو مثلا عبد الله مقطم ونفس اجزاء اجي الم الهيا الزقهن بجسمه، هذا الكوهيزن. وضحت؟ يعني الكوهيزن من نفس الصنف نفسه هو الزقهن. الادهيزن لا، اصناف مختلفه. واضح؟ طبعا هذا المثال اللي ضربته هو اوفر، بس يعني علمه توصلك الفكره ولا هو ماكوش فكره. اخر شيء جدا مهم جدا مهم جدا مهم، اللي هو هذه المواد اللي سويناها شلون علاقتها ويا الاكس راي اللي اخذناها بالمرحله الاولى؟ هسه تقول شنو علاقتها وليش؟ هسه انا اقول لك. انت من سويت حشوه سوداء او سويت حشوه جذر تريد تشوف شغلك صح او لا، شلون تضمن هذا الشيء غير عندك اكس راي؟ ها، اذا اي ماده او مو اي ماده، غالبيه المواد لازم تكون علاقتها طيبه بالاكس راي. تمام، تكون علاقتها طيبه بالاكس راي. دقيقه اعتذر، علاقتها طيبه بالاكس راي. زين، ليش؟ لان على مود الاكس راي تكشفها. راح نستخدم هنا مصطلحين، مصطلح اسمه الراديو ليوسنت، ومصطلح اخر اسمه الراديو اوبيك. الراديو ليوسنت، تذكرها، ار نوت سين ان ذا راديوغراف، والراديو اوبليك ار سين ان راديوغراف. هسه تقول شنو الراديوغراف؟ احسن اقول لك. عندنا بطب الاسنان الاكس راي، الاشعه السينيه. هذه الاشعه وظيفتها اخذها لما اشياء انا ما اشوفها اخذ اكس راي. حلو، من اخذتها راح تجيني صوره اشعه، صوره ما اشعه اللي هي مثل هذه. هسه اشوف لك اياها اخير صوره ان شاء الله موجوده. هذه مثل هذه، هي صغيره ونحيل. هذه يسموها اكس راي ايميج او راديوغراف. هذه تبين لي شكل السن والحبشكلات اللي سويتهم بالسن. حلو، اكو مصطلحين، مصطلح راديو ليوسنت وراديو اوبيك. الراديو ليوسنت ما تبين، يعني ماده ما تبين، يعني شوف هسه هذا التشو ما يبين. والراديو اوبيك شوف هسه هذه الحشوه اللي هنا، او هسه حتى هذه الزرعايه، اعتقد هي زرعايه، وهذا ذني يبين لان معدن، والمعدن يكون يجي يمتص الاكس راي هواي، فراح يظهر منطقه بيضاء معتمة بالأشعة. ملخص الأخير شيء على الـ interaction of material with X-ray، بعض المصنعين وبعض المصانع التجأوا أنه قام يضيفون فد معادن قليلة بالأشياء اللي صنعوها، اللي خاصة dental material، على مود تفيدنا على مود تظهر بالاكس راي. واضح؟ يعني بدأوا يضيفون معادن قد تكون ما لها فائدة بنفس السن، بس لها فائدة وين؟ بالاكس راي، على مود تظهر لنا. لهنا أنا خلصت هذه المحاضرة، كانت محاضرة حلوة ومقدمة لا بأس بها إن شاء الله للدنتال ماتيريال. موفقين إن شاء الله، واي سؤال تتفضلون
بالتعليقات او بالتليجرام. ان شاء الله راح ارفق لكم القناه مالت التليجرام بالتعليقات. في امان الله وحفظه.